كوسا محشي باللبن، كوسا أبلمام، كوسا بالبشاميل، كوسا بالزيت، عجة كوسا، مفركة كوسا، مطبقة كوسا، جراتان الكوسا، الراتاتوي، كيك بالكوسا، سلطة الكوسا، كوسا مقلية بالكزبرة، باستا بالكوسا، تارت الكوسا، بيتزا بالكوسا. يعني حلقة اليوم بتشهي وأكتر. حضروا حالكم لأنه بعد هالحلقة رح تركضوا على المطبخ وتفتشوا على شي للأكل. في ناس بعدها نايمة وناطرة لأجي أنا وياكم نوعية. أكيد عرفتوا عن مين عم بحكي. مشوا معي. منيح لإلكن هون وصلتوا. قبل شوي كنت عم بحضر حالي للرياضة، وقطعت من حد أصحابي برا كانوا عم بجربوا يعملوا بوش أبس ليتقووا. بس أنا بدي إلكن وقت اللي لازم نعمل رياضة لازم نفهم كتير منيح التمرين قبل ما نعمله لما يأذينا. ولهذا السبب رح أشرح لكم كيف تقدروا تعملوا بوش أبس بعمركن. أفضل شيء إنكن تبلشوا البوش أبس حد الحيط، وهيك ما بتأذوا كتافكن وإيديكن. لازم نحط إيدينا بطريقة واسعة، يعني تقريباً أعرض من كتافنا بشوي. إجرينا كمان بيكونوا شوي واسعين ومن بعيد شوي عن الحيط، وهيك منلقي على الحيط لقدام نحن وعم نطعج إيدينا، ومنرجع منمدهم لنبعد عن الحيط. كل ما منطعج منقرب، وكل ما منمد إيدينا منرجع لورا، وبهذا الشكل منكون عم نقوي عضلات إيدينا وصدرنا. أكيد كل ما منصير أقوى بالتمرين كل ما بصير فينا نرجع إجرينا لورا أكتر، وهيك منصير أقوى وأقوى. ووقت اللي بيقوى عضلات صدرنا منيح وإيدينا بصير فينا نعمل هذا التمرين على الأرض. بس بعد مرة برجع بقلكن فكروا كتير منيح وانتبهوا كيف عم تعملوا التمارين لما تأذوا حالكن. نحن بفان فارم صار وقت نعمل رياضة نحن وياكن، لكن بكل نشاط جهزوا حالكن وعملوا مثلنا. Let's go!
ريدي ليتس جو. جاهزين؟ عظيم عظيم، رح نبلش كلنا سوا نعمل جوجينج بمحلنا، وما بننسى النفس، لازم على طول نتنفس نحن وعم نعمل رياضة. هلا رح نبلش نحمي رقبتنا شمال ويمين على مهلنا لما نأذي رقبتنا. هلا اكتافنا عم نرسم دوائر لورا ودوائر لقدام. ايدينا على خصرنا، رح نعمل خصرنا مرتين من كل ميل، بناخد خصرنا مرتين على ميلة اليمين ومرتين على ميلة الشمال، واهم شي ركبنا بضلن جالسين. عظيم، واحد اثنين، واحد اثنين، we're ready. خلصنا التحمية وصار وقت الحركات الأساسية. مين زهقان بالنص؟ بسرعة بسرعة، يلا يلا صار وقت الحركات الأساسية، خلينا نبلش كلنا سوا. رح نبلش بالجامبينج لانجز، and 1 2 3 4 5 6 7 8. أسرع، 1 2 3 4 5 6 7 8. كفو، عظيم. انتو كمان بالبيت جربوا نطوا مع أصحابنا، كتير منيح، كمان رح منكفي. أسرع، فينا نسرع شوي ونكبر فشخاتنا، كتير منيح. إيدينا لفوق ولتحت، لفوق لتحت، عم نشغل الإيدين والإجرين. ستوب، رح ننتقل على الحركة اللي بعدها، سكوات أند جامب. سكوات جامب، كأنه قاعدين على كرسي ومننط لفوق. إيدينا لقدام نحن وعم نقعد، أند جامب. بدنا نتعج منيح اجرينا وننط. سكوات اند جامب، سكوات جامب، عظيم. هلا رح ننزل سكوات ونضلنا تحت، كتير منيح. رخوا اجريكم، بعد عنا حركتين ومنكون خلصنا التمارين الأساسية. الحركة اللي بعدها لعضلات ايدينا، شو رأيكم نحن والشباب نعمل بوش أبس؟ يلا كلنا سوا نعمل 5 بوش أبس. 1 2 3 4 5. نطلع لفوق لفوق ومنرخي ايدينا مرة جديدة، بنعمل لهم شوية ستريتشنج ليرتاحوا. آخر مرة، walk down and go. 1 2 3 4 5. لفوق، ايدي بيرتاحوا، كتير منيح. اخر حركة هي الهاف بوربيز، بنزل لتحت، بنطلع ورا، برجع بنطلع جوا وبضلني على النص. لورا لجوا، ضل على النص، ورا جوا على النص، ورا جوا على النص، كتير منيح. عنا أبطال بفانفارم، وأصحابنا كمان يلي بيحضرونا هن كمان رح يصيروا قوية كتير إذا بيتمرنوا معنا وبكل نشاط. تمام، آخر مرة، عظيم. أوف، بتعب كتير. مين تعب؟ ما حدا تعب، لأنه قلتلكن قبل شوي عنا أبطال. على طول وقتها منخلص الرياضة لازم نعمل ستريتشنج لعضلاتنا. هلأ رح نمسك إجرنا، منخلي ركبتنا لصوب الأرض ومنشد إجرنا لفوق، أكيد منعمل الإجرتين، مرة باليمين مرة بالشمال. هلأ رح ننزل جسمنا لقدام، مندق بالأرض إذا فينا، بس المهم ما نتعج ركبنا أبداً. قد ما فينا مننزل، لو ما دقينا بالأرض المهم ما نتعج الركب. هلأ منقعد على الأرض، منمد إجر لقدام والتانية مطعوجة لميلة جوا. رح نمسك إجرنا يلي مدينا، منجرب ندق بأصابيعنا من دون ما نتعج الركبة، منبدي الإجرين ومنشد قد ما فينا لتحت. هلأ رح نحط إجر فوق التانية يعني كروس، ورح نغمر الإجر أو منحط إيد عكس الإجر،
يعني بنبرم جسمنا لتاني ميل، هيك بيعمل جسمنا ستريتشنج كتير قوي. بس إذا منا قادرين بنغمر الإجر بس، بنبدل إجرين كمان، أو بنغمر إجرنا أو بنحط إيد عكس الإجر لنعمل ستريتشنج أكتر. عظيم. هلأ رح ننام على بطننا، نحط إيدينا تحت كتافنا وندفش لفوق مثل حية الكوبرا يلي بتعلي راسها. جربوا خلوا خصركن على الأرض، منطلع بالسقف. هلأ منطوي إجرينا ومنقعد ومنعمل مثل كأنه طابة صغيرة. Well done. زوكيني كورجيت كوسا بيلي، إذا أنت معك كوسيتين وحدا راح جاب لك كوسا وعطيك إياها، كم كوسا بيصير معك؟ لا ما فينا هيك، بنزلهم على الميزان. ما قلت لك ولو بيلي صار عندك 3 كوسه. تاكس فاني. لحظه، كيف 3 كوسه؟ ما في عندك كوسه كبير، كوسه وسط، كوسه صغير، بدنا نشوف على الميزان. انا هيك بزينهم بدك تفرفر. بيلي ما حدا سالك عن الوزن، عم تسالك عددهم، كم وحده كوسه، ما قلت لك قد ايه الوزن. خلص نحن اللي جيتك كنا بقينا للصبح عم نسالوا زيت السؤال. شو هالكلهم فاني؟ جوال كثير عندي كوسه بالمزرعه، فقررت اعمل كذا طبخه منهم. وهون لشو؟ هول كثير بيلبقوا مع السلطه ومع الجراتان. حلو. والمكعبات رح استعملهم للراتاتوي. اوكي، والدوائر؟ والدوائر رح اعملهم بانيه، زد لهم جبنه مبروشه بارميزان، بتطلع كثير طيبه للكيك. يامي كثير طيبين. طيب ما رح تعملي لنا بوزه على كوسه؟ بوزه كوسه، بوزه كوسه، بوزه كوسه. انت ضيقه يا بيلي للبوزه على كوسه؟ لا بس انه بوظه بيلي هيدي نكته. اسمع اسمع اسمع، كان في صبي صغير كل يوم يروح على المحل ويقول له للزلمه اللي بيشتغل بالمحل، عمو بلاقي عندك بوظه عكوسه. بيلي ما خلصت النكته. هيدا الصبي كل يوم بيروح على نفس الزلمه وبيساله عندك بوظه على كوسه. بيلي بعد ما خلصت النكته يا عمي شو ضله كل يوم يروح لعنده للزلمه، بالاخر قرر الزلمه انه يعمل له بوظه عكوسه. بيلي ما خلصت النكته. يا 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 وينين النكته؟ صار لكم ساعه بتخبروني ما بدي اسمع نكت. انا فيلل عندي كثير شغل بدي اعمله. يي شو صار له؟ نكته. شو صار له؟ ليه زعي؟ ما كلها بعد في كلمتين تخلص. عن جد بعد في كلمتين هول هن. اخر شيء ساله عمو في عندك بوزه عكوسه؟ شو جاوبه؟ قال له ايه؟ قال له يا. بونجور اصحابي، كنت ناطركم كرمال تجوا لعندي على دكانه فان فارم لاحكيكم اليوم عن الكوسه. الكوسه هي من الفاكهه الصيفيه اللي بنقطفها بالصيف. هي اساسا بتبلش زهره وبتتفتح وبتصير تكبر شوي شوي لتعطينا الكوسه. الكوسه لونه اخضر فاتح، اخضر غامق واوقات اصفر. اذا ضلينا تركينا للكوسه بتكبر لحدود المتر. ايه متر، بس اكيد بتبطل صالحه للاكل وللاستعمال لانه بتقسى وبتصير البذور فيها كتير كبيره. فنحن بنقطفها هي وصغيره ماكسيموم لحدود ال 20 سنتيمتر كرمال تكون صالحه للاكل وللطبخ. تعلمكم كيف ننقي الكوسه. الكوسه لتكون منيحه لازم تكون الجلده تبعها كتير مالسه وناعمه وعم بتلمع. الكوسه كتير مفيد انه ناكلها مثل ما هي مع البذور تبعها لانه كتير مفيده للصحه بما انه فيها كتير فيتامينات واملاح، وهي عند الطبخ اكيد بتفقد اغلبيه الغذاء اللي فيها وكتير منيحه لمحاربه الاكسده. واحلى شيء بالكوسه هي الزهره اللي فيها. نقيلك احلى كوسه تاري را را را. عم بمزح اصحابي. على فكره
ليش ما بصدر الكوسة اللي عندي لبرا بما انه الكوسة اللبناني هو من اطيب واجود انواع الكوسة بالعالم؟ ها هيدي اجتني فكرة هلا. يلا بشوفكم بعد شوي. كوسة 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 كوسة. Un, deux, trois, tournez, tournez avec moi. Ensemble, nous irons très loin. Un, deux, trois, stop! One, two, three, jump and jump and jump with me. Together we'll stay happy. One, two, three, stop. Un, deux, trois, lancez, lancez avec moi. Ensemble nous lançons les poids. Un, deux, trois, stop. واحد اثنين ثلاثة يلا عالنادي الرياضي هيك بتكبر عضلاتي. واحد اثنين ثلاثة ستوب. To the left, to the right, look up and down and turn around. To the left, to the right, jump to the left and jump to the right. Clap your hands and dance with me. Move around and say you feel. Shake your head, bend your knees. Do some sports to stay healthy. Sautez, sautez avec moi. Ensemble nous sautons de joie. Un, deux, trois, stop. واحد, اثنين, ثلاثة الحق بسرعة حركاتي حتى ننط من وادي الوادي. واحد, اثنين, ثلاثة, stop. Un, deux, trois, poussez, poussez avec moi. Poussez encore quatre fois. Un, deux, trois, stop! One, two, three, punch and punch and punch with me. Together strong we will be. One, two, three, stop! عشميلك عيمينك نطالع دم نطالع ويا عشميلك عيمينك بكل نشاط منعيد سوا يا أصحاب لاقونا عالملعب لنتسلى رياضة بتعطينا قوة وصحة وشجاعة un, deux, trois, grimpez, grimpez avec moi. Ensemble dépassons le toit. Un, deux, trois, stop. واحد اثنين ثلاثة يلا عالنادي الرياضي هيك بتكبر عضلاتي. واحد اثنين ثلاثة ستوب. Un, deux, trois, tapez, tapez avec moi. Ensemble nous tapons des points. Un, deux, trois, stop. One, two, three, jump and jump and jump with me. Together we'll stay happy. One, two, three, stop. يي شو عم تعملي؟ مثل ما شايفة عم بنقر كوسة. شو هالخبصة ها؟ يعني كسرت كم وحدة. كم وحدة؟ قد ايه هولي؟ شي عشرة. ها؟
عشرة. شوال صرت مكسرة عشرة؟ من أصل قديه؟ من أصل عشرة. مكسرة عشرة من أصل عشرة. يعني هلأ كل الكوسة رح يروح ديعان؟ لا لا مش ديعان فاني هلأ إلا ما نلاقي شي وصفة تانية غير الكوسة المحشي نعملهم فيها. ما بعرف لازم نفكر بشي، أنت بتساعديني. طب أوكي جوال، فينا نطبخهم أو نقليهم، فينا نعطيهم للحيوانات كمان بيكونوا جعانين بهيدا الوقت. بس جوال بدك تعرفي إنه كتير بدك وقت تتصير برو مثلي، إنه أنا ولا مرة بكسر كوسة ولا وحدة ولا ممكن اكسرها للكوسة. طيب فاني طيب 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 انا بعرف قد ايه انت شاطرة بشغلي واكيد رح اتمرن لصير مثلك، بس هلا قولي لي وصفة اليوم شو؟ اليوم رح نعمل ترم. واو شو مهضوم؟ شفتي شو حلو؟ سبايكي؟ بنسميه سبايكي اذا بدك، لانه شعراته سبايكي كثير مهضوم. وشو عايزين لنقدر نعمل هالوصفه هيدي؟ اول شيء عايزين الكوسه صح، وعايزين الجزر والخيار. هلا عايزين البطاطا تنعمل الراس صح، رح نفرغها للبطاطا بهذا الشكل، ورح نقص الخيار والجزر والكوسه متطاولين بهذا الشكل صح، مثل الاصابع الرفيع. مزبوط. تنعمل شفايف صغيره، هيدي الفليف اللي بدنا نستعملها للتم. والزيتون؟ والزيتون للعيون. اه مهضومه. شفتي شو حلوه بهالطريقه فينا نقدمها على الطاوله بهيك اصحابنا بياكلوا. الخضره نيه. مزبوط. كثير صحيه. طيب اوكي بدك تعملي وحده معي؟ اكيد بدي اعمل معك. يلا لكن رح نستعمل البطاطا. البطاطا كثير هي ولا يوقف يمكن. هذا ما بيوقف، لازم نقص له كعبه. لا بدنا نقص له كعبه. طيب انا راح افرجيهم لاصحابنا كيف بنفضي راس البطاطا. اوكي واكيد بدنا نذكر رفقاتنا انه بس بدهم يستعملوا السكين بالمطبخ يستعينوا باهلهم، لانه صح. احسن ما يأذوا حالهم. صح. هيدا راس البطاطا عم بقصه. اوكي ومن هون بنرسم دائره. مزبوط مزبوط تنقدر نفرغها. اوكي بدك تنتبهي قاسي. صح. وبالملعقة بتتفرغ؟ صح. معك حق. قاسية شوي. صح بس بتتفرغ. مشان هيك أنا حضرت وحدة. أوكي بس لنفرجيهم كيف بنشتغل، وهيك بنكفي لتصير أغمى ونقدر نحط بقلبها الكوسة والجزر، وأكيد مثل ما فرجتكم فاني عم نقص لها كعبة لتوقف. صح. أوكي هلا بقيت هلا الخضرة. انا رح اعطيك الخضره تتقدري تحطيهم انت كشعر سبايكي. بهالوقت رح اقص انا التم من الفليفله. رح اتفرج عليك لاتعلم مزبوط كيف تعملي التم. اوكي شوفي الفليفله بنقصها بشكل تم. اوكي عم بيضحك. فينا نظبطها شوي من هون. طيب رح احط الكوسه والجزر والخيار، وبنستعمل توث بيكس تن علقها ثبتها. ميرسي جوال. هيدي اول وحده لازم ناخد قياس يمكن. ايه حطيها وهون لازم تكون الثانيه. بفخطها شوي تنقدر نفوتها. طريقه هينه. اوكي ميرسي. ترام هيدا التم. المنخار. هلا المنخار فينا نستعمله خياره. ايه فينا نعمل خياره بشكل منخار. اوكي اوكي انتبهي ايديك. كثير مهضوم الكلمه خياره منخار. لكن المنخار نعمله مش هالقد كبير، فينا نصغره شوي. اوكي نحس هيدا فينا نعمله بهيدي الطريقه. هو فيها يكون بس زيح اخضر كمان. اوكي اللي بدك بدك زيح هيدي. اوكي حبيت. طيب تصير حلوه. نستعمل الزيتون. ترام نحطه. رح كمل حط له شعر. وهيدي الثانيه. لا رح نقي وحدة أكبر شوي. في ناس بحبوا ياكلوا الكوسة والجزر والخيار مع صلصة مع دب. صح. في ناس بياكلوه هيك بلا شيء. كثير منيح. مهضومة؟ كثير مهضوم بضحك. قربي للثاني لنحطهم هون حد بعضهم يتسيروا شوي أحلى ما يزهق لوحده. سبا
سبايكي وسبايكو. مهضومين. Courgettes moins 5 courgettes égale 5 courgettes. عشر كوسيات ناقص 5 كوسيات بيساوي 5 كوسيات. وسمحش وقرنبيت وسمحشك وسمقلك وسمقلك وباذنجان. واو برافو. بيس 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 بيس. شكرا شكرا شكرا. واو بلتزار شو هالغنية الحلوة شهيتني. تفضلي تفضلي. شو عم تاكل؟ خيارة. خيارة؟ بس هيدي كوسة. ايوه وانا عم بقول ليش طعمتها هيك. يعني بلتزار انه مش معقول تضيع بيناتهم، هلا لو كان كوسا اجنبي بكون لونه اخضر كثير غامق كان معقول تضيع، بس هيدي الكوسا مبينه انه هي كوسا. كنت جوعان كثير وما فكرت اتاكد. طيب بما انك جوعان كثير رح انسيك جوعك ورح لعبك شوي. شو رايك؟ أوكي. رح اطلب منك توقف حد الباب هونيك وانا رح احذرك، في معي هون اشارات سير، كل ما بفرجيك اشاره لازم تمشي حسب هالإشارة لتقدر توصل بعدين لعندي. اتفقنا؟ اتفقنا. رح بلش بأول إشارة. هذه بعرفها، اتجاه إجباري لليمين، يعني لازم روح على اليمين. أوكي ستوب وقف. هلأ هيدي هاي كمان سهلة، هيدي اتجاه إجباري لليسار، يعني لازم يروح على اليسار يعني شمال. ستوب. أوكي وهلا شو هيدي يا بلتزار؟ فكر يا بلتزار شو 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 هيدي شو شو هيدي؟ هلا أنا أكيد بعرفها بس نسيت اسمها. يعني مطبات. وشو بعمل يعني؟ برقص؟ شكله مثل اللي عم بيرقص. يلا جرب. اوكي بلتزار ستوب. وهيدي هي كثير صعبه جوال، صعبتيها كثير. هي صعبه؟ هي اهين وحده. اصحابنا بيعرفوها. كيف بدك يعني فكر وانا هالقد جوعان؟ هيدي ممنوع المرور. ممنوع المرور؟ ممنوع المرور جوال؟ وأنا كيف بدي أوصل إذا ممنوع المرور؟ خلاص خلاص جوال، باي باي، ما بقى بدي باي. ما تزعل بلتزاري. طيب مش مشكلة، أنا بعرف كيف راضي. هلأ بغني له غنيته أنا وياكم ودغري بيرضى. Dans la mer y a plein de bêtes Mais lui seul est adorable Mon canard est sympathique C'est fantastique I love to sing I love to dance Walk and swim or even fly With my friends We always party Come and join us, don't be shy. Prenda esa pastaza. Prenda la pastaza. Prenda esa pastaza. Coquin se croit un don juan Il met son chapeau et beaucoup de parfum On lui parle
bien que c'est en vain. Mais c'est mon copain. À la Balthazar, je me suis resté. هاي تريكسي. هاي جوال. واو شو عم تعملي؟ عم بعمل كرافت بالكوسة. كتير حلو. طيب أنا عندي سؤال، ما زالك عم تحكي عن الكوسة، أنت بتعرفي تنقري كوسة؟ أكيد بعرف أنقر كوسة. عن جد؟ تنقري كوسة نوع من الكرافت. واو بتعتبريها يعني نوع من الكرافت وبتصيري تعرفي تنقري كوسة؟ هينة لكن. وكيف تعلمتي وصرتي هالقد شاطرة بنقر الكوسة؟ كتير هينة تنقري كوسة، بس بدها دقة وصبر. دقة وصبر؟ انا عندي دقه وصبر، يعني انا بعرف انقر كوسه. يعني انت بتعرفي تنقري كوسه؟ طيب رح ارجع اجرب لكن. يلا خلينا نبلش بالكرافت تبعي. حبيته كثير، عم تعملي الصبير يعني كاكتوس. مزبوط. يلا فكره حلوه، منبلش انا وياك. اكيد. شو لازم رح اعطيك كوسايه. رح اخذ انا كوسايه. شو بنعمل فيها؟ رح نقص بالنص التوثبيكس. توثبيكس اوكي، او كيردون. منقصهم بالنص ومنجمعهم بمحل واحد. اتفقنا. اوكي؟ ومنبلش نشكل كوساية من فوق لتحت. نخلي الطرف اللي بشكلها برا يعني. مزبوط. ليبينوا مثل الشوك يلي بكون بالصبير. صحيح. حبيت الفكرة. ومنقص الطرف، بس ننتبه كتير منيح من السكين. اوكي؟ اوكي. أنا رح كفي الكوساية. بس هيدي الكوسة ما بقى فينا نرجع ناكلها. لا. يعني بكونوا مش عايزينهم، يمكن أمكم بتعطيكم إياهم وهي ما بدها بقى تستعملهم، بكونوا صاروا قدم بالبراد عندها. مزبوط. من بعد ما نخلص نشكل الكوسة من كل الميلات بدنا نلزقها. منحط شوية تلزيق على الكرتون الصفرة يلي هي الصحراء. مزبوط جوال. الرمل يلي موجود بالصحراء، بس محل ما منشوف الصبير بكون في شوية مي بالأرض. نتركها تلزق. مزبوط. رح زين حدها. فينا نلزق اثنين، تبعيتي وتبعيتي. يلا
تعطيني السكين. انتبهي جوال. شكرا. احنا اللي نزين حدا من الميلتين. فينا ننقي كوسة كبير كوسة صغير هيك بيعطوا شكل إذا نحط كذا واحدة حد بعض. حاستعمل اللون البرتقالي والأصفر. والأصفر. أوكي زبطت. مهضومة. عملنا اثنين صبير هالمرة. واحدة واثنين. حبيتها كتير. طيب وأنا رح فرجيك شو وصلنا اليوم. شي كتير مميز. برام ميليسا بعتت لنا رسمة عن فانفار. هي بتحب كتير هالبرنامج ومشان هيك كاتبة سات 7 كيدز ميليسا تحت ورسمة المزرعة الحيوانات وكاتبة اسم البرنامج فانفار والشجر والعصافير الكلب البقرة. حبيتيها؟ كتير حبيتها. ثانك يو ميليسا. نحن بنشكرك على هالرسمه اللي كثير حلوه وبنشجع كل اصحابنا يلي عندهم صبر مثل ما قالت تريكسي قبل شوي انه يبعثوا لنا كل رسماتهم او اشغالهم اليدويه على برنامجنا. العنوان موجود قدامكم على الشاشه بسرعه. بتحضروا فاني على بالي كتير حشوة الكوسة يلي بتعملها مع فاني. ما في شي بروح ديعان يعني. أنا أكيد رح تاخد لب الكوسة يلي طلع من قلبهم وتقليهم شي بشهي. قبل ما أنسى صار وقت نتعرف على موهبة اليوم لأنه هلأ ما بدنا نحكي عن الأكل. صرنا بفقرة سبوتلايت وكتار من أصحابنا بيبعتولنا فيديو مصور لقلهم لنتعرف على هواياتهم المختلفة. إذا أنتوا عبالكم تعرفونا على هوايتكم ما تنسوا تبعتوا لنا فيديو لإلكم مصور عم بتمارسوا هالهواية وتبعتوا أو على الإيميل يلي عم بتشوفوه قدامكم أو حتى على DVD عبر البريد بيوصل على سات 7. نحن اليوم رح منشوف فيلم بعتوا لنا إياه أصحابنا بيحكي عن الكونغ فو. بهيدا الفيلم رح منشوف جيمي عساف، كلوي كرم ورالف شربل أبو زيان من مدرسة أنطونيات مارلياس غزير. المدربة اللي رح بتكون عم بتساعدهم هي جوسلين عطية عساف، حائزة على جوائز عالمية أوروبية وعربية، وهي حكم أوروبي ومن المؤسسين للاتحاد اللبناني الكونغ فو. أكيد
الكونغ فو هو فن قتالي صيني. هالكلمة بتعني القتال العسكري. هي لعبة دفاعية هجومية تعتمد على السرعة والخفة. فيها فايتينج وفيها كمان قتال وهمي يعني تاولو وتاي تشي كمان يلي هن حركات بتساعد على تنمية العصبية والدورة الدموية والفكرية. سوا رح نتعرف أكثر على الكونغ فو. هورس ستانس بيزك هاند 1 وصلنا على فقرة And the winner is. واليوم سؤالنا منه كتير صعب، فيكن بشوية تفكير تقدروا تلاقوا الجواب، بس أنا ما رح ساعدكن أكتر. كل اللي رح أعمله رح ذكركن بالعناوين يلي فيكن تبعتولنا عليها أجوبتكن. خدوا ورقة وقلم وأيدوا، أو على صفحتنا فيسبوك funfarm37kids، أو كمان عبر الإيميل funfarm@37.com. ونحن نرجع منعلمكن مين يلي ربح. سؤال: كلمة زوكيني أصله إيطالي، إسباني أو فرنسي؟ شو قولكم؟ فكروا وراسلونا. زهرة الكوسة كمان بتتاكل مثل قلب الكوسة. بيتاكلوا مقليين محشيين، فينا ناكلها مثلاً للزهرة محشية بالريكوتا أو مقلية بالزبدة أو مشوية أو حتى بالشوربة. سوري عم ضل أحكي عن الأكل اليوم، بس بصراحة الحكي عن الكوسة ما بيخلص. طب خلص هالمرة عن جد بدي وقف بلا سيرة الأكل والكوسة والمحاشي وال... رجعت أحكي عن الأكل. لازم ركز. ركزي يا جوال، ركزي ركزي يا جوال. نحن هلا بأي فقرة؟ مزبوط، انتاتش انتاتش. صورة مين رح منشوف؟ صورة ماتياس ماتي أسير خضر. صورة حلوة كتير وصلت لنا على فان فارم بتشوفوها قدامكم، بس انتو كمان فيكم تشاركوا بهالبرنامج لأنه العناوين كلها موجودة على الشاشة. كل يلي عليكم تعملوه تاخدوا صورة حلوة لإلكم عم تعملوا حيالا شيء معلمينكم اياه نحن بالبرنامج، او حتى مع حيوانكم المفضل، او مع شجره بتقطفوا منها فواكه وبتاكلوا شيء كثير طيب مثل ما نحن بنعمل هون بالمزرعه. تبعتوا لنا الصوره ونحن بنشوفها.
وسمع. لازم تتغزمني واو برج اسمك لما انت تخلص الغداء يام 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 يطلع لك شوكولا يام 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 عشتا مع افوكا يام 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 كاكو اطيب بيسكوي يام 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 موز فريز وكيني يلا جوال يلا جوال بدنا جوال تربح جوال جوال بيلي انا كمان لازم تشجعني تريكسي تريكسي لا 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 تريكسي عندها خبره وسريعه انا لازم تشجع جوال جوال يلا جوال بدنا تربح جوال 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 تريكسي شو عم بيصير شو هيدا ليه جايين هالقد الدنيا ليك الطاوله ليك الارض فاني بدل ما تعيط علينا شجعيني انا تلميذتك ليك كيف عم بعرف انقر جوال شو هالحكي جوال وقفه تريكسي وقفه شو عم تعملوا عم تلعبوا بالاكل طب فاني انت قلتي لي اتمرن وعم بتمرن جوال مش هيك بيتمرنوا ليك كيف جاوية الطاولة مش معقول مش مقبول شو بدنا نعمل هلا بكل هالكوسة نعطيهم للحيوانات او فينا نعمل فيهم كوسة مقلي يام بيلي دايما فكروا بالاكل هلا مين بده ينظف نحن بننظف نحن بننظف كثير منيح انا شو معودتكم نكون نضاف مزبوط شو معودتكم تريكسي دار المزرعة نظيفة ما سمعت بعد مرة ضل المزرعة نظيفة مزبوط هلا انا رح اطلع عند ليال لانه بدي اسمع القصة بهالوقت بدي ارجع لاقي المزرعة نظيفة ما فيها ولا اثر من كل هول اللي عم طب لحظة هلا صار وقت ليال انا بدي اسمع القصة انا كمان وانا كمان من بعدها بننظف بوعد وعد وعد وانا كمان اوكي وانت كمان اوكي كان يا مكان قصتنا لليوم حقيقة أم خيال؟ شربل نزل حبيبي جيب لي 2 كيلو كوسة من الدكان عبس شربل ونزل على الدكان يشتري كوسة ولما رجع يحطهم بالمطبخ شفته أمه كيف عابس شربل شو بك؟ ليش ياخد على خاطرك؟ حدا ضايقك بشي؟ حدا عمل لك شي؟ إيه؟ أنت؟ كل يوم كوسة؟ كل يوم كوسة؟ ما بحب الكوسة اللي بيسمعك بيصدق إلي أسبوعين مش طابخة كوسة بعدين كتير مغذي وطيب الكوسة ومش حيالة كوسة كوسة محشي وإنت بتحب المحاشي أطيب شي بالدنيا الكوسة محشي لا مش طيب ما بحبه شربل بدك تتعود تاكل من كل شي فكر شربل وبينه وبين حاله قال إذا أنا بنقر الكوسة وبخليه يكون كتير رقيق يمكن بصير أتحمل طعمته طيب إذا بتخليني أنا أنقر الكوسة باكل مش عزوك بدك تاكل يعني بدك تاكل انا ما عندي وقت بدي اخلص الطبخه بسرعه واصلا هيدا مش شغله صبيان طلع شربل على الشرفه بعصبيه وتفاجئ لما شاف جده سلوم الختيار قاعد على شرفه جارتهم الطنط تيريز هو وعم ينقر كوسه ماما تعي شوفي شو صار يا رب دخلك شفتي
جده سلوم صبي وعم ينقر كوسة. شربل وقفت لي قلبي. فكرتك بك شي. فوت تشوف كيف بدك تنقر كوسة. مسك شربل أول كوساية وغرز النقارة من أولها لآخرة وضل يطال على برا وفقشت الكوساية بإيده. أعطيني إياها لهون أنا بزبطها. خد غيرها واشتغل على مهلك وبهدوء وثبت إيدك. هالمرة تحسن كتير أدائه، بس المشكلة إنه شربل بده يرقق الكوساية على الآخر لتصير برق الورقة. من هيك هي كمان نزعها ونقر لها كعبة. شربل ماما الله يخليك، روح العب بشي تاني، خليني كفي شغلي على رواق عم تعصبني. معليه فكر شربل، اليوم رح اكل كوسة، بس المرة الجاية رح كون حاضر. وفعلا طول الأسبوع كان شربل عم يشتري بالمصاري اللي أهله عم يعطوه إياها لخرجيته، ويقعد يتمرن على نقر الكوسة وترقيقه ويطعميهم بس يخلص للدجاج. وهيك لما إجا اليوم اللي أمه قررت ترجع تطبخ كوسة، اختفى جات الكوسة. شربل شفت لي شي وين حطيت جات الكوسة؟ قصدك هيدا؟ يه مين نقرون؟ أنت؟ يا شطور يخلي لقلبك. يي بس ليك مش نازع ولا وحدة، مع انك مرققون كتير يا ماما، ما بيرققون هالقد. بسيطة، رح خلي النقرات واعمل لك فيهم اطيب عجة. لا. وهيك تغدى شربي الكوسة محشي الظهر وتعشى عجة كوسة من عشية. وكانت هاي اخر مرة بينقر فيها كوسة. مش احسن ما ياكل مرتين كوسة بالنهار؟ هيك هيك رح يضل ياكل كوسة محشي طالما امه بتطبخ له، لأنه أطيب شي بالدنيا الكوسة محشي. وأنا أكيدة أنه إذا شي يوم بطلت تقدر تنقر كوسة، هو رح ينقر لياهن. ليش؟ لأنه بحب أمه كتير وبيعرف أنه بالنسبة إلها أطيب شي بالدنيا الكوسة محشي، خاصة لما ينطبخ بحب ونفس حلو. شربل صار يعرف يقدر تعبها حتى إذا ذوقها مش مثل ذوقه، واختبر حقيقة رح يبقى يتذكرها كل حياته. شو هي؟ لما يكون هدفنا واضح، المثابرة والإصرار بيوصلونا نتقن كل شغلة قد ما كانت صعبة بالأول. وهيدي حكايتي حكيتها وبعبكن خبيتها. بشوفكن بالحلقة الجاية. الحلقة وأنا بعدني جوعانة أصلاً بعد ما أكلنا شي. كل هالحكي عن الكوسة وبعد ما في كوسة ولا حتى شقفة كوساية مسلوقة. على كل الأحوال هلأ صار الوقت كتير مأخر ومش وقت ناكل كوسة، مشان هيك رح أتعشى عشا خفيف، فوت فرش سنيني، اتحمم ونام. وأنتو كمان رح ودعكم وبشوفكم بالحلقة الجاية. اعملوا مثلي، تحمموا وناموا. باي.